صالو دونك في هاد لا فيديو غادي نكمل لكم لي بيريبيسي يعني لي زيفينمون الاحداث ديال اوشان. في الاول انا نحاول نفكركم شويه حيت كتخليو لي في لي كومونتير انكم ما عرفتوش فين هو الفيديو الاول فين هو الثاني. كاين اللي كيقول لي انا فهمت اصلا شنو هاد الشيء. هادو راه الدروس ديال السانكيام اللي ما المهم شي وحده راه متبعين كيتسناو كنشوف لي كومونتير كيتسناو فيديو فين هو الكماله عافاك حتى الكماله. شي وحدين يعني ما كانوش شافوا من الاول ولا كانوا حابسين يعني قالوا الصيف ما كيراجعوش حتى كتلقاو راه لي فيديو تهبطوا للاخر. دونك فهاد لا فيديو هذا انا غدا نخلي لكم في الوصف غدا نخلي لكم الترتيب ديال لي فيديو كاملين اللي درتهم ديال السانكيام باش تمشيو معايا بالترتيب. انا نخلي لكم في هذا الفيديو هذا يعني دخلوا الوصف غادي تلقاو الترتيب ديال لي فيديو اللي درتهم كاملين. يعني اول درس غادي يديروا الاستاذ من بعد دخلت لاوشون يعني الدروس والقواعد من بعد دخلت لاوشون. قسمتها هي فيها خمسه ديال لي زيتاب خمسه المراحل على حساب الشيما ناراتيف يعني الخطط السرديه. قريت لاستياسو انيسيال البدايه انا كنحاولين نذكركم باش تكملوا باش تعرفوا حتى شنو غادي تشوفوا في الوصف بالنسبه اللي ما كانش متبع. ودابا اصلا ما بقى للقرايه حتى شي حاجه مازال عندنا بزاف الخدمه مازال بزاف ديال الانشاءات والمشكل ماشي غير انشاء عادي بزاف المواضيع في هذه القصه ديال اوشون. وخصك تعلم قبل ما دير انشاء تعلم المنهجيه كيفاش تكتب نص حجاجي. دونك هذوك غنخليهم من بعد نحاول نسالي القصه بالتحليل ديالها عاد باش ندوز الانشاءات. هكا كنمشي باغا نخدم مرتبه من حد عندنا الوقت باش ما نديروش نفس الخطا ديال العام اللي فات يعني في الجهوي بقينا بقيت عا كنحط داكشي ما مرتبش حيت ما كانش الوقت. دونك دابا غادي نمشيو بالترتيب. درت لاستياسو انيسيال قريتها شرحت ومن بعد شرحتها مزيان ومن بعد فيديو اخر شنو درت التحليل ديال داك لاستياسو انيسيال يعني حطيت جميع الاسئله والاجوبه اللي ممكن يتحطوا في الامتحان. من بعد دزت المرحله الثانيه في فيديو اخر قريت اليمون بيرتورباتور المشكل شنو طرا في هذه القصه اللي خربق الاحداث. وفيديو اخر درت تحليل ديال هذا المشكل. دابا في لا فيديو هذا غادي نقرا الكماله لي بيريبيتي غادي نقرا لكم هما لي بيريبيتي طوال ما بغيتش نقسمهم راه تقدروا تلقاوهم في اليوتيوب مقسومين. انا جمعتهم كاملين في فيديو واحد حيت لي بيريبيتي لي زيفينمون هي اطول فقره في الشيما ناراتيف. دونك انا غادي نقراها لكم كامله جمعتها في فيديو واحد ومن بعد فيديو اخر غادي ندير لها التحليل يعني نحط الاسئله وغنعطي حتى الاجوبه ديالهم وغندير التحليل ويني داك الشرح يعني الشرح كيكون متعمق اكثر وديتايي حتى فين تلقاو الاسئله اللي يحط لكم الاستاذ في الامتحان. دونك نبداو دابا. دونك هنا دابا عندنا لي بيغيبيتي نذكركم بالزربه يعني بلاستياسو انيسيال البدايه يعني كان الكاتب كيوصف لنا واحد جوج ديال لي فامي بيزان يعني فلاحه ساكنين في لي شوميير يعني ديك الدار ديال القصبره حطيت لكم التصويره ديالها. عادي عندهم بزاف ديال الاولاد هما فقراء المهم كيخدموا على داكشي ديال الارض اللي كيحرسوه وكياكلوه. كيوصف لنا داك لا ميزير اللي عايشين فيها. من بعد ها لو بروبليم لي جا لي مون بيرتورباتور وجات وقفات واحد المراه وراجلها بالطوموبيل داك المراه ستيريل يعني عاقيم ما كتولدش هي وراجلها بغاو يتبناو شي دري جاو بداو كيبوسو الدري شارلو يعني ولد لي تيفاش. هنا عندنا جوج عائلات سميتهم لي تيفاش وفالان بقاو كيبوسو داك الدري بغاو يتبناو ولاو كيجيو كل نهار كيعطيوهم الحلوى وكيعنقو ويلعبو معاه. وشويه واحد النهار مشاو دابا كيتعرفوا على والديه هما كيعطيوهم الفلوس والدري كيعطيوهم الحلوى. دونك هذا هو اللي غير الاحداث. دابا فين دخلنا دابا غنقرا لكم لي بيغيبيتي الاحداث شنو غيوقع من بعد هاد المراه هادي ملي عاد تمشي تدخل لعند العائله وتبدا تهضر معاهم شنو الاحداث اللي غيوقع واش يبغيو يعطيو هاد الدري واش ما يعطيوش. دونك غنشوفو هنا دابا الاحداث. اماتان اون اريفون سون ماري ديسوندي يعني واحد الصباح اون اريفون عندنا انديكاتور دو طون يعني كيبين دخلنا لفقره اخرى. اون اريفون سون ماري ديسوندي افيك ايل راجلها نزل معاها اي سون زاريتي او ميوش وما وقفوش مع داك لي ميوش لي زونفون. ها عندنا واحد سينونيم اخر لي زونفو ما وقفوش لو كان في ما تجي تمشي عندهم ما وقفاش دازت من حداهم زادت. علاش حيت باغي تدخل عند الوالدين تعرف باش يعطيوها الدري كي لا كونيسي بيان ماتنون صافي دابا ولات كتعرفهم هذوك لي ميوش ولات كتعرفهم. ال بينيترا يعني دخلات دون لا دومور دي بيزون دخلات نيشان للدار ديال لي بيزون ايل زيتي لا هما كانوا تما اون تران دو فوندر دو بوا يعني كيحرقوا في الخشب بوغ لا سوب باش يطيبوا لا سوب. Ils se redressèrent tout surpris, دارو شافو فيهم داك لي بيزون تفاجئوا تدخلوا عليهم دونير دي شيز عطاهم كراسه اي اتونديغ وبقاو كيتسناو. الوغ لا جون فام دون فوا اونتركوبي لا جون فام يعني داك المراه اللي لاباس عليها عندها لا فواتور بواحد الصوت متقطع شي واحد يعني كيكون متردد حشمان مباشر دار خايف مخلوع عيبدا شي موضوع دونك الصوت ديالك كيكون مزعزع دون فوا اونتركوبي صوت مزعزع ماشي هبيل الصوت يعني
entrecoupée, tremblante, comment ça? Mes braves gens, je viens vous trouver, parce que je voudrais bien, قعدنا هنا دي بوين يعني الهضره كتكون متقطعه ملي كتشوفوا دي بوين شي واحد كيهضر متردد مخلوع ما زاعمش يهضر جو فودري بيان اوميني افيك فوتغ افيك موا جو فودري بيان اوميني بغيت ندي معايا اوميني ندي معايا افيك موا فوتغ وحبسات عاوتاني قالت فوتغ بتي غارسون دونك فيما تشوفوا داك لي بوين راه هذوك ديال يعني تكون الخلعه ولا لي كومبانيار ستوبيفي لي كومبانيار هما لي بيزان يعني هما داك لي بيزان هما داك الفلاحين لي كومبانياغ ستوبيفي يعني شوكي مصدومين اي سون زيدي وما عندهم حتى فكره ما فهموش كتقول نو ريبونديغ با ما جاوبوهاش اي لو روبري الين اي كونتيني عاودات تهضر معاهم استمرات في الهضره كملت لهم الهضره قالت لهم نو نافون با دونفو ما عندناش ولاد نو سوم سول حنا بوحدنا مون ماري موا راجلي وانا نو لو غاردوريون غنخليو عندنا فوليفو تبغيو يعني ما وضحتش ليهم ما قام عرفت منين تبدا لا بيزان هذيك الفلاحه كومونسي ا كومبروندر بدات كتفهم فهمات اش باغا تقول ال دوموندا فولي فو نو بروندر شارلو اه بون نو بور سور قالت لها شتي باغا تاخدي شارلو نو يعني بور سور دونك هنايا عندنا شوفو بروندر سوبريمي منا داك يعني الحروف كيكونوا كاينه واحد لا سوبريسيون ملي كيدوز لينا لوتور الهضره ديال لي بيزان لي بيزان ولا لا بيزان كيقطع لينا الهضره يعني هنا كيبين لنا ان لا فام كيعطينا واحد لونغاج سوتوني ولا كورون يعني كتهضر معاهم هي واحد الهضره كورون عاديه ديال يعني كورون اللي كتقراوها اللي كنقراو في ليفر ولكن ملي كيدوز لي بيزون كيدير لينا شنو شنو شارلون كيقطع الهضره عندنا سوبريسيون يعني كيبينا بلي زعما راه عروبيه الهضره ديالهم يعني فاميليير يعني كيدورها بالدارجه الوغ مسيو دوبيير انترفان ملي قالت لها هي لا راجلها دو بيير انترفان دخل هما هاد لو كوبل هذا سميتو كوبل دي بيير دو بيير ما فام سي مال اكسبليكي قالو مرتي ما عرفتش تشرح لكم نو فولون لادوبتي بغينا نتبناوه مي il reviendra vous voir ولكن غيولي يرجع يشوفكم سيل تورن بيان كوم تو بورتا لو كروار il sera notre héritier زعما هادشي اللي مشى على مايورام غيولي هو notre héritier الوريث ديالنا Si nous, nous avions par hasard des enfants, ils partageraient également avec eux. On va partager ça avec vous. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs. Il y a des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont 20 000 francs. qui sera immédiatement déposé en son nom chez un notaire. Il y a un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort. Il y a on vous servira une rente de 100 francs par mois. Il y a par mois, يعني غادي يشدوا الدري وغادي يتبناو ويبقاو يعطوا الفلوس يحطوها له هو ويبقاو يحطوا لهم هما الفلوس دونك هنايا كيحاول يقنع هاد لي بارون هادو كيحاول يقنعهم باش يعطيوه يعني باش يتبناو باش يتبناو هاد الدري وكيعطيهم حتى يعني كيزين ليهم كي الفلوس فلوس يعني كي ما فقراء كيهضر لهم على الفلوس يعني ني فوز افي بيان كومبري واش فهمتي دابا لا فيرميير هنايا صافي كانت لا بيزان هنا عاوتاني الفلاحه كومبانيير هنا لا فيرميير يعني الفلاحه نيت سيتي لوفي وقفات توت فيوريوز غاضبه يعني مقلقه فولي فو كو جو فو فونديون شارلو يعني قالت له بغيتي فونديون نبيعو شارلو اه مي نو سي با دي شوز كون دوموند ا اون ميرس هادشي راه ما كيتقالش لهم هادشي راه ما كيتطلبش لشي ام اه مي نو سو سري ابوميناسيون يعني هاد الشيء راه في حقه راه جريمه هاد الهضره اللي كتقولوا نتوما دونك هنا شفتوا الهضره ديال لا بيزان كيف مقطعه ولا كاين لا سوبريسيون دي مون يعني عندنا هنا لونغاج يعني ارغو يعني دارجه وفاميليير لوم نو ديزي ريا ما قال حتى شي حاجه غراف اي ريفليشي مي لا بروفي سا فام د موفمون كونتينو دو لا تيت مدام دو بيير اي بيردو يعني تالفه داخت سمي ابلوري بدات كتبكي Et se tournant vers son mari, Dart Anzouj Diela, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant
dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, il balbutia. Ils ne veulent pas, Henry, ils ne veulent pas. Alors, ils firent une dernière tentative. يعني قالت له راه ما بغاوش ما بغاوش دارت عند الزوج ديالها كتبكي وهادي وقالت له بواحد الصوت il ne veulent pas ما بغاوش انري il ne veulent pas. Alors ils firent دار واحد اخر محاوله تنتاتيف mes amis. ولكن اصدقائي songez à l'avenir. فكروا في l'avenir de votre enfant. يعني فكروا في المستقبل ديال الولد ديالكم. يعني كيحاولوا يقنعوهم باي طريقه يعني كيديروا كاع لي استراتيجي. À son bonheur. يعني كيحاولوا لا بيزان اكزاسبيري لوي كوبا لا بارول داك البيزان قطعت ليها الهضره ما خليتهاش تفكر تقولها فكر في الفلوس فكر في السعاده سي تو في سي تو انتوندو قالت لها شفنا كلشي سمعنا كلشي سي تو ريفليشي فكرنا في كلشي زعما هادشي كله اللي تقولي حنا فكرنا فيه الي فوزون يعني صافي جري لهم اي بي كو جو فو رونفوا بوين بار ايسي وما بقيتش باغا نشوفكم غوفوا يعني نعاود نشوفكم غوفوار وي ما بقيتش باغا نشوفكم هنا سي بيرمي دو فولوار بروندر ان انفون كوم ان انفون كوم سا الوغ زعما باغي نتاخدو الدري بهاد السهوله الوغ مدام دو بيير اون سورتون سا فيزا كي لي تي دو تو بتي اي ايل دوموندا ا ترافير يعني وقالت وهي كتبكي افيك ان اون تيناسيتي دو فام فولونتير اي غاتي كي نو في جامي اتوندر مي لوتر بتي ني با زافو يعني قالت لها بواحد الصوت ديال العناد تيناسيتي اي فام فولونتير يعني هي مراه قويه ومفشه وغاتي ويعني ما غاديش تسلم بهذه الطريقه هذه قالت لها ولكن الدري الاخر راه ماشي ولدكم يعني راه حنا هضرنا ولدكم بغيتوش علاش ما تشوفينيش هنا راه ما كاينش غير هذا داك ماشي ولدك انا ما جايش عندك مره اخرى عاد تقول لي انا ما واقفاش في دارك لو بير تيفاش ريبوندي انا الاب تيفاش دخل نو سي او فوازان vous pouviez aller vous pouvez y aller si vous voulez قالت لي هلا ديال الجيران بغيتي تمشي سيري اي لونطرا دون سا ميزون دخل الدار Où retentissait la voix indignée de sa femme. يعني بدا الصوت ديال انديني يعني ما حاملاش داك الشيء انديني الزدراء ما حاملاش داك الشيء ساخطه لي فالان ايتي ا طابل دابا ندوزو للعائله الاخرى كانوا جالسين في الطبله سالينا من لي سيفاش لي فالان دابا جالسين في الطبله اون تران دو مونجي افيك لونتور دي ترونج دو بان كيكب شويه طروفه ديال الخبز كي الفخوتي parcimonieusement avec un peu de beurre et d'une masse d'un piqué au coton dans une assiette entre deux. Et il faut que tu aies la description de la misère. Monsieur Dubien recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires. داستيوس قال لها يهضر معاهم هو ولكن كيهضر معاهم بواحد البريكوسيون بواحد الحذر يعني طريقه اخرى يعني ماشي ب يعني زعما طانوش الديتاي هنا بزاف صار دخلوا جلسوا بداو يهضروا معاهم ولكن بالحذر لي دو غورو رورال اوشي لا تيت اون سين دو رفي يعني هاد لي فالان الراجل والمراه الاب والام دوروا راسهم يعني ملي قالوا لهم داكشي دوروا راسهم يعني بواحد واحد علامه ديال الرفض رفضوا حتى هما ما بغاوش مي كون اي لا بريغ كي لوغي 100 فرون ولكن ملي قال لهم ساقوا الخبار بلي يكون عنده 100 فرون باغ موا يكون عنده اي هما يكون عندهم هاد 100 فرون باغ موا في الشهر هاد القدر المالي il se considère ce consultant de l'œil très ébranlé يعني بقاو كي شي كيشوف شي ébranlé يعني هكا مصدومين ils gardèrent longtemps le silence بقاو ساكتين واحد اللحظه torturé hésitant متردين la femme enfin demanda l'akhir المره هضرات ديال الفالان كي كوتون دي لوم il prononça d'un ton sentencieux je dis que c'est point méprisable alors madame Dubière يعني لي دوبيير مدام كي ترومبلي دونغواز يعني كترعد بالقلق لوغ بارلا دو لافونيغ يعني كتحاول تقنعهم باش ما كان كتهضر لهم على المستقبل ديال لو بتي دو سون بونور سعاده يعني كتزيد طمعهم كتعطيهم بزاف ديال الامل اي دو تو لارجون كيل بوغي لوغ دوني بلو تار وكاع الفلوس اللي بغاو يعطيها لهم والفلوس اللي غادي يعطيها لهم هو يعني الولد ديالهم
Le paysan demanda. Cette rente de 1200 francs, ça sera promis devant le notaire? شو هنا كتابه كيف ما قلت لكم كلها ارغون كلها فيها لا سوبريسيون يعني فاميليير قال لها 7 يعني هنا عندنا سوبريسيون هذا الرونت يعني الدخل هذا ديال كذا 12 فرون واش غادي يكون زعما مقيد عند النوتير تعطيه لينا زعما كيزيد زعما يامن على راسو كيطمئن مدام دوبيير مسيو دوبيير ريبوندي مي سيرتينمون دي دومان اي بالتاكيد من غدا لا فيرميير كي ميديتي ربري 100 فرون بار موا C'est point suffisant pour nous priver du petit. Il n'y a pas de 100 francs, il n'y a pas de dire à ma cafièche. C'est point suffisant. Ma cafièche suffisant, ma cafièche pour nous priver. Parce que si on a du petit, on a un frère, ça travaillera dans 15 ans cet enfant. Et nous faisons 20 francs. يعني قالت لي هنايا حنا خصنا 120 فرون يعني ماشي تعطيونا 100 فرون 120 فرون هذه هي اللي خاصنا حنايا مدام دوبيير تري بينيون دامباسيونس يعني متوتره كنت تري بينيون يعني كتخبط برجليها في الارض يعني تهز في رجليها لي زاكوردا تو دو سويت يعني وافقت ليهم اي كوم ايل فولي اون ليفي لونفون ايل دونا 100 فرون en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. يعني عطاهم elle donna عطاتها واحد هذا المبلغ هذا cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, يعني le maire هو داك العمده et un voisin واحد جار appelé aussi ton servir de témoin. يعني هو باش يدير الكتابه ديالو باش يقيد داك الشيء ويكتبوه ويتقول هذه عيط العمده وvoisin واحد جار appelé aussi servir de témoin comme يعني وجابوا الشهود لي témoins. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot, hurla comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Marmot, marmot, ouais, l'enfant. Les tuvages sur le porte, le regarder, qui se fait partir, muet, sévère. Donc, c'est actine, sévère, regrettant peut-être le refus. Gael, peut-être, yemken. دونك هنا ندمانين على الرفض ديالهم انهم ما داروش معاهم هذا الاتفاق وانهم يحسنوا من الوضعيه ديالهم وتولي عندهم الفلوس اون اونتوندي بلو دو تو بارلي دو بيان فالان يعني ما سمعناهمش كاع كيهضروا على جو دري لي بارون شاك موا زالي توشي لي 120 فرون شي لو نوتير يعني مشاو كل دابا كل شهر ولاو كيمشيو يجيبوا الفلوس اي زي تي فاشي افيك لوغ فوازان وتخاصموا مع الجيران ديالهم باسكو لا مير تيفاش لي زاغونيزي دينوميني يعني لي زانسولتي ينوميني يعني لي زانسولتي كيعايروهم بكلمات خايبين ريبيتون سون سيس دو بورت اون بورت يعني وكيعاودوا نهار زعما من باب لباب كيعايروا فيهم كيل فالي اتر دي ناتوري بور فوندر يعني قالت لهم نتوما ماشي طبيعيين دي ناتوري ماشي طبيعيين بور فوندر سون اونفون باش تبيع الولد ديما غير غدا اللي في ما غدا تقولها لها جايه تقولها ليها يعني صافي دابزو que c'était une horreur, une horreur, une saleté, une corromperie. Une corromperie, une mourtechine, une corruption. J'ai une corruption, je suis une égalité. Il y a un drame qui m'a dit que j'ai un drame. Et parfois, il prenait en ses bras son charlon, ou que notre côté de la vie de la avec ostentation. يعني كتهزو هكا في يديها باش يبان يعني كتهزو هكا لوي كريون كتغوت كوم سي لو كومبري بحال اللي راه زعما غادي يفهم هو وباقي صغير جو تي با فوندي يعني موا جو تي با فوندي مي جو تي با فوندي مون بتي جو فون با مي زونفون مي جو سوي با ريش انا ماشي غنيه مي فون با مي زونفون دونك شفتو هنايا كتابه كلها دارجه انا قالت له ما بعتكش انا ما بعتكش انا ما لبش شريه قالت ما بعتكش اي بوندون دي زاني انكور دي زاني دي اعوام واعوام سوفي انسي شاك جور دي زالوزيون يعني كل نهار باقا كدير لهم كتعاير فيهم غروسيير يعني بكلمات قباح كي تي فوسيفيري دوفون لا بورت يعني قدام باب ديما كتعايرهم علاش بعتو ولدكم نتوما ما عندكمش القلب ما عندكمش هادي دو فاسون تري دون لا ميزون فوازين يعني كتبقى تعايرهم بحال راه قربت تدخل لهم للدار La porte, donc, la mère tuvache
avait fini par se croire supérieur à toute la contrée parce qu'il n'avait pas vendu Charlot. Il n'était pas supérieur à elle, il n'a jamais réussi à jamais bien choulda. Et ceux qui parlaient d'elle disaient, ou les cadrons, elle est un qui goulou, je sais bien que c'était engageant, c'est égal. Elle, sa conduite comme une bonne mère, yani, ou elle n'a bonne mère. On l'a cité. Et Charlon, qui prenait 18 ans, ou l'Etiendo d'Aba 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit. Il y a une bonne femme, une bonne mère, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. وتهو كي زعما كيتباهى براسو ان قدام لي كاميرا ديالو الاصدقاء ديالو حتى هو زعما ما تباعش ما باعتوش لي فالان فيفوتي ا لوريز عايشين فيو غراس على بونسيون يعني از مرتاحين لاباس عليهم بخير غراس يعني بفضل هذيك لا بونسيون الدخل اللي كانوا كيشدو لا فيغور انابيزابل دي تيفاج وداك الغضب يعني غضبانين منهم ما حاملينهمش راه في نفس الوقت كاين واحد الاحساس ديال الندم انها ما باعتش ولدها وفي نفس الوقت ما حاملهمش يكونوا هما لاباس عليهم وفي نفس الوقت ما بغاش هي تبيع ولدها يعني ما حاملينهمش ما فيغو يعني واحد الغضب شديد restez misérables ne pas misérables fuqara venez de là leur fils aîné parti au service le second mourut Charlon resta seul à peigner avec le vieux père pour mourir la mère pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait donc on a l'auteur qui bilina le معاناه اللي عايشها le fils est parti au service مشى يخدم le second ثاني مات شارلون بقى حتى هو شارلون بوحدو مع يعني مع الباه le vieux père pour nourrir la mère و كي يخدم عليهم ولا هادي nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes يعني وخوتو يعني جوج بنات اخرين صغار منه qu'il avait donc هنا دونك انا ساليت لي بيريبيتي كاملين ما بغيتش كيف ما قلت لكم نقسمهم غيبقى في لا فيديو الجاي انا عي زربت يعني اللي مهم بزاف هو قلتو باش تفهم القصه وعلاش باغا تهضر باختصار صافي غيبقى لنا المرحله الرابعه والخامسه لا سوليوشن لا سيتياسيون فينال دابا حنا درنا لي بيريبيتي وفي لا فيديو الجايه غادي ندير فان شاء الله غادي ندير التحليل ديال هاد لي بيريبيتي يعني شفتوا لا سيتياسيون انيسيال و اليمون بيرتورباتور درت التحليل ديالهم بزاف الاسئله يعني فيديو فيه 20 دقيقه غير ديال التحليل والاسئله على جميع يعني سطر بسطر دونك حتى دابا غادي ندير التحليل ديال لي بيريبيسي باش تزيدوا تفهموا اكثر يعني دابا حنا غير قرينا وقرات بالعربيه باش تزيدوا تفهموا اكثر يعني من خلال الاسئله والاجوبه عاد تزيد تفهم مزيان تعمق في لي بيريبيسي وكيف ما قلت لكم انا غادي نخلي لكم في الوصف لي فيديو كامل اللي درتهم ديال 5 كلهم بالترتيب يعني الاول درتو الثاني باش تقراو دابا